السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. استسمح لكل المتتبعين والمتتبعات اللي كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ومرحبا بكم في هذا الفرد. إذا في هذا الفرد إن شاء الله غادي نديرو لا كومبريونسيون دو ليكري، فرد في مادة اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، وهذا غادي يكون نموذج رقم 2 لأنه درنا النماذج بزاف. نموذج رقم 1 درت فيه لي زاكتيفيتي كاملين ديال الفرونسي، درنا النشاط العلمي، وكذلك عاد غادي نديرو الرياضيات وباقي المواد إن شاء الله. إذا لا كومبريونسيون دو ليكري، اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درت كاينين لي ليان ديسكريبسيون، دخلوا وغادي تفرجوا وغادي تفهموا إن شاء الله. اللي بغى البي دي اف يتواصل معايا في النيميرو غادي نحطها في اول تعليق، غادي يكون ايبانغلي في هاد لا فيديو ان شاء الله. دونك لا كومبريونسيون دو ليكري اجوردي عندنا واحد لو تيكست هو هذا، لي دوفوار او بيان لي دووا اي لي دوفوار دو لونفو، يعني حقوق وواجبات الطفل. هنايا النص هو هذا، غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على لي كاست. عندي 4 كاست صافي، جو في فو لير لو تيكست سويف افيك مو. لي دووا اي لي دوفوار دو لونفو، يعني الحقوق وواجبات الطفل. L'enfant défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans a le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, de s'exprimer, d'avoir des loisirs. En parallèle, il ou bien elle a aussi des devoirs comme le respect de la loi, le respect des autres, la protection de l'environnement, le respect des règles de vie en classe. Je répète la lecture. Les droits et les devoirs de l'enfant. حقوق والواجبات ديال الطفل. L'enfant, الطفل, défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. يعرف هو كل كائن حي عمره يقل عن 18 سنة. A le droit d'être protégé. عنده الحق أنه يكون محمي. D'être nourri. يعني أنه يكون واكل. Soigné. أنه يكون في صحة جيدة وتكون عنده واحد الرعاية صحية. ايدوكي انه يتعلم ويقرا. دو سيكسبريمي استادير انه يعبر ويعبر كما بغى. دافوار دي لوازير يعني يكون عنده هوايات ويكون كيمارس الهوايات ديالو بكل سهولة وبكل سلاسة. اون باراليل وبالموازاة، بالموازاة مع هادشي هذا، مع هاد الحقوق. إلو بيان إل يعني هو أو لا هي، يعني الطفل أو الطفلة. a aussi des devoirs عنده أو لا عنده أيضا الواجبات، بحالاش comme le respect de la loi يعني احترام القانون، le respect des autres يعني احترام الآخرين، la protection de l'environnement يعني حماية والحفاظ على البيئة، le respect des règles de vie en classe كذلك احترام القانون الداخلي ديال القسم أو لا la charte de la classe c'est-à-dire ميثاق القسم. صافي، اذا هذا هو التكست ديالنا. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون بروبوزي دون لا كومبريونسيون دو ليكري. سويف افيك موا. لا بروميير كيسيون ريليف لو تيتر دو تيكست، شنو هو عنوان النص؟ دونك عنوان النص انطلاقا من هنايا عندنا هو لي دووا اي دووار دو لونفون. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا لو تيتر. دونك لو تيتر دو تيكست اي لي دووا et devoir de l'enfant. De très bien. Passons à la deuxième question. D'après le texte, يعني انطلاقا من النص، quelle est la définition de l'enfant؟ شنو هو التعريف ديال الطفل انطلاقا من النص هنا؟ التعريف ديال الطفل، كيفاش عرفوا الطفل؟ Donc l'enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. يعني الطفل عرف بأنه كل كائن حي العمر ديالو يقل عن 18 سنة. صافي، دونك نحاول نجاوبو. دونك لونفون ديفيني كوم كوا كوم تو تيتر هومان اجي de moins de 18 ans. D'accord? يعني أقل من 18 سنة.
C'est bien. Question 3. Dans la question 3, quels sont les devoirs de l'enfant cités dans le texte? Wajibat le texte. Wajibat. Donc, le wajibat, les droits. A le droit d'être protégé, nourri, soigné, éduqué, de s'exprimer, d'avoir des loisirs. En parallèle, des devoirs, comme le respect de la loi, le respect des autres, protection de l'environnement, le règlement et le respect de règlements de vie en classe. Ça fait le respect de la loi, le respect des autres, la protection de l'environnement. Et le respect de quoi? Des règlements, ou bien des règles de vie en classe. Je respecte les étudiants, etc., etc. Question 4 est la dernière question. Mets une croix devant les droits de l'enfant. D'abord, on dit une croix. قبلت ماذا؟ الواجبات أو العفو. قبلت الحقوق ديال الطفل. Avoir une famille. يكون عنده عائلة. هذا حق من حقوق الطفل. دونك on dit croix. D'être éduqué. أنه الطفل يكون عنده الحق أنه يقرأ ويتعلم. هذا حق من حقوق الطفل. La protection de l'environnement. يعني احترام ولا حماية البيئة. حماية البيئة هذا واجب. دونك هذا سي devoir. Devoir. Devoir, c'est pas droit. D'avoir des loisirs, il y a dire les hiwayat diallo, c'est là ça. Il dit, haq, n'hoq. Donc, il y a des droits, un droit, un droit. Mise par la protection de l'environnement, c'est un devoir. Ça fait que c'est un devoir. Vous avez regardé comme mettre la vidéo d'aujourd'hui, mais quand que chasse, faire mon follow de la française, le niveau 5 ابتدائي, la compréhension de l'écrit, la marhala thaniya, niveau 5 ابتدائي. كنت منا انكم تزيدوا دعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناه اللي غادي تلقاو فيها ان شاء الله الفروض, كذلك غتلقاو فيها الدروس, وكذلك غتلقاو فيها النماذج ديال الامتحانات الإشهادية بالنسبة للسادس ابتدائي. كنتمنى أنه أي تلميذ وتلميذة عجبتهم القناة يبارطاجيوها مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش توصل أكبر عدد من المستفيدين, حيت هذاك هو الغرض ديالي, أنني نفيد بزاف ديال التلاميذ وتوصل المعلومة لأكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات المغاربة إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.